أما هلأ يعني وصلنا لفقرتنا الختامية لليوم زينب، وفقرة مميزة مع شخصية تمتاز بقوتها وعنفوانها بارتجال العتابة والزجل، هو يلي بذل كل ما لديه من وسع المعرفة والفكر والإلهام ليصبح شاعر معروف في سوريا ولبنان، فأدهش الشعراء يلي لاقاهم على خشبة المنبر بالزجل والارتجال. بيسعدنا انه نستضيف السيد مصطفى حسين، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. واكيد عم يرافقنا معنا على العزف سيد وليد عباس، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم استاذ. اول شيء خلينا نبدا بزجل هيك على ذوقك قبل ما نبدا بالحديث معك. تصبيحة. تصبيحة. على عيني. عالميجي يا ابو الميجي يا ابو الميجي، انا باحلى صباح الخير طلع بابينا، باحلى صباح خير طلع بابينا، احلى صباح خير طال بابنا. إعلام سوريا صوت عايش وحي، إعلام سوريا صوت عايش وحي في كل منزل يسمعوا عنه وحي، بالارتجال اتنزل علي وحي، صبح سوريا صوت ببلودانينا، الله ما غاب وين ما كانوا حبابينا. التوى بطلب العلا جسمي على لي، بنيت لكم ضمن قلبي على لي، صباح الخير من كرم العلالي لسرية ولعشاق الطرايب، اهلا وسهلا شرفوا بسبب لك بلا، لا تلبسي الفوشي بسبب لك بلا، ما بتبتلي العشاق إلا بالحلا، الكافر بيآمن إذا فيك بيلتقي، والمؤمن بينوي العبادة والصلاة، والمؤمن أبيض متل تلج الجبال بدوب العشاق يا بنت الحلال، لا تلبسي الأبيض متل تلج الجبال بدوب العشاق يا بنت الحلال، أنقى من التلج اللي شتى من السماء وأحلى من الريم و...
عيون الغزال. شمس حفر من الكمام ما تلبسي يا شمس حفر من الكمام خايف عيون الحسد ما تصيبك سام القمر مش قدران فيكي يلتقي ولا عم تنامي ولا القمر عاب فينا قلت عالوعد نيالي من الإخبابي السري وصل مرسالي هلا سعدي قلت بالوعد نيالي أجمل صباح الخير نلتقي ببلودان كرمل علالي غناء الشعر يحلى بلودان فيها مناخ الجبل والوديان بلودان فيها مناخ الجبل والوديان وفيها نسيم الصبح لو هب غنالي بلودان فيها الزهر والورد والبستان بلودان فيها الورد والزهر والبستان والماء صافي وعطش هالروح روان لي ولبسك الأصفر بيسبب لي بعقلي جنان ولبسك الأصفر بيسبب لي بعقلي إجنان يصحى خيالي وبيعن الشعر عبالي للإخبارية السرية بعلق نيشايا هالمذيعات الوصلوا للسما العالي كتير
لك، يعني خلينا هيك شوي نقعد ندردش كمان وبنرجع عم نحكي زجل. يعني الزجل مو كل الناس بتقدر تقوله، يمكن هو بيحتاج لفكر حاضر وكلمات حاضرة وسرعة بديهة، لأنه في ارتجال غالباً. خبرنا أول شيء كيف هيك حبيت تفوت بمجال الزجل وتختص فيه، هل كان من صغر من سبب الأشخاص المحيطين فيك أو كيف؟ والله يعني سؤالك حساس. المحيط فيي اللي كان يحب العتابة والزجل واللون الجبلي القصيدة الشروقي بالأهم هو كان المرحوم الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. إيه. كان عنده هواية، يعني نقدر نحكي بلا المايك ما في مشكلة. إيه. ريح حالك. كان يعزم الشعراء لعنا على البيت وبيحب يسمع وما بيمل من السمع. يعني إذا بيقعد بلا أكل وبلا شرب يومين في دخان وقهوة وفي ناس عم تسمع عم تحكي زجل وعتابة بيعيش على هالجو. أنا كنت طفل حببني بالزجل وقربني من الشعراء ودخلوا بصميم حياتي من هديك الأيام. كان عمري لا يتجاوز من 10 سنين. فبديت أنا يعني دمدم وأسمع وأحفظ، وبعد شوي فت معهم بالجو. يعني بسن 20 زدنا، يعني 30 كنت محترف. حلو. طبعا إلي مجال أنا محافظتنا وبلبنان إلي مجال واسع وإلي جمهور عريض. جمهور يعني وين في عرب بالعالم كله في إلي كاسيتات وإلي سميات. حلو كتير. طب خبرنا عن حادثة هيك غريبة بلشت فيها الزجل لأول مرة، أول مرة هيك فيها زجل أمام جمهور، كيف كانت؟ شو غنيت؟ تتذكر عن أي منطقة؟ هلا نحن بدايتنا كانت محلية بالأول، حفلات بلدان، يعني ما عندنا كان منبر وحفلات استثمارية أو تحدي. كان عندنا بسموها العرس الشعبي. تمام. شاركنا بالعراس هون وانطلقنا من هون. حلو. يعني عندنا ناس معزومين من المنطقة يشوفوا يسمعوك من ضيعة لضيعة من مدينة لمدينة حتى انتقلنا وصلنا صحيح للشارع العريض بالوطن الحبيب. بالزجل في 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 بيكون هيك يعني تحديات وبيكون في ارتجال وفي لها اعداد خاصه وجلسات خاصه، ويمكن بلبنان كنا نشوف في كثير. لا قديش شاركت بهي التحديات؟ قديش فيها متعه يمكن؟ ومع الزمن بصير هذا ارتجال الشعر شيء بديهي وسريع جدا. والله انا يعني الزجل له فصول وله أصول ولأوقاته الخاصة. له أوقاته. هلأ بلبنان أصدقائنا وحبايبنا وإخوتنا شعراء لبنان عملوا له منهج بالتنسيق وبالاتفاق حتى ما يكون يعني في كلام شاذ. يعني حافظوا على هالاسم. حافظوا على هاللون ورفعوه. نحنا يعني بنعترف لهم انه امتهنوا الزجل بكل معنى بكل ما تعني الكلمه ونجحوا بالزجل. هلا نحن هون يعني اكثر واحد بسوريا غنى ارتجالي هو ابو علي اللي اسمي انا مصطفى ابو علي. اهلا وسهلا فيك. واحتكوا فيه اخوتنا وحبايبنا الله يرحمهم الكبار توفوا. الله يرحمهم يا رب. زغلول الدمور، زين شعيب، شو بدي لك اسماء خليل، اسماء خليل الشحرور، اسعد سعيد، هدول كانوا فلاسفه وعباقره بالزجل وانا غنيت معهم كلهم. هو الزجل مو بس وغنيت ارتجالي معهم يعني وحبوني. ما صار بيني وبينهم انتقام او صار بيني وبينهم عداوه، لا تكامل. سمعوني وحبوني لانه شافوا الارتجالي عندي انا مميز عن العالم كله. نعم. بدي اسألك كمان، كنا عم نحكي انه الارتجال او الزجل هو مو بس صف كلام، هو شعر موزون وحاضر بيحكي عن حالة عم بيحس فيها الشاعر، آنية خلينا. نعم. نقول فخبرنا، عم تلاقي كنت صعوبة بانتقاء المفردات، كيف طورت حالك؟ لانه لازم دائما العقل يكون حاضر بالزجل. هلا الشعر له ملكة وله منبهات. تحفظ شعر كتير؟ أنا بقرأ شعر. تقرأ شعر؟ إيه، بس
بقرا غير اللون تبعنا، انا من الشعراء من الشعر الشعبي ما قليل ما احفظ، بس بحفظ شعر فصيح، مو بحفظه بس بقراه لشوف يعني قوة الشعراء من الجاهلية للعصر اللي نحن فيه، بقرا قصائد وعندي دواوين. الشعر الشعبي ما بحاجة اخذ من حدا يعني. انا شو بيطلع عندي بتحكي بيحكي ارتجال يعني. اما بالنسبة للتحريض يعني كيف الوردة بيحطوا لها مغذيات او الزرع بيحطوا له شيء من المقوي، الموهبة اكثر شيء بيساعد على الموهبة اذا في ناس سميعة عم تسمعك. تحسي انت بحركة الانسان بجسمه بعيونه بضميره بوجهه كيف عم يسمعك كيف عم يتفاعل، التفاعل هذا بفجر براكين الارتجال. اما اذا عم تغني بجو ما في سميعة بيموت الارتجال، بيصير يضعف، ما بيموت بس بيضعف. صحيح. يعني نحن حابين نسمع هيك شيء صغير عن هالمكان الحلو بلودان، عن يعني قديش بتوحي بلودان لإلكم لحتى تقدروا تقولوا عنا شعر وتقدروا تحكوا عن جماليتها لهالمنطقة بكلمتين من حضرتك. صوت الضمير الخيالي استيقظوا صحيان، ولو ما ارتاح الضمير بالليل مغفينا، كل ما طل الصبح بكير عبلودان، موعد شروق الشمس من نوم نصحينا، في ناس تسبح على الحقلي وعلى البستان، وفي ناس تزرع وناس تفتح دكاكينا، وعشنا حبايب مع الإنجيل والقرآن، مش عم نفرق مسلمنا ومسيحينا، اللي بيحبوا الوطن بيحبوا الإنسان، مش عم نشمت بضيعتنا أعادينا، يا رب تنصر لسوريا على العدوان، توحد سوريا وما تشمت عدو فينا. من الإخبارية السورية بسمع الأكوان، نحنا منصدق إذا أنبأنا احكينا، الأخبار فيها صدق ينبع من الوجدان، الإعلام عنه الثقافي ما بتغني. من
من ثقافات الوطن تكريم للضيفان. نحن بسرية على حب الصخرة يربينا. من ثقافات الوطن تكريم للضيفان. نحن بسرية على حب الصخرة يربينا. ومن ثقافات الوطن الدين للديان. والوطن إلنا بيحضننا ويحمينا. الوطن يا رب. يعني فعلا هالكلمات بتعبر عن محبة كتير كبيرة بتجمع السوريين على حب الجمال السوري الموجود بكل مناطقنا. أكيد. ويعني يمكن الزجل اللي عم تحكي أستاذ عم بيمثل روح بلدة بلودان بشعبها بأصالتها بتراثها بثقافتها. بدنا منك كلمة أخيرة بتوجهها من منبر الإخبارية السورية، وبعدين بنسمع غنية الختام عشان نختم معك. أكيد. حاول تسمع يومي الإخباري السوري حتى توصل لأنباء العالم بالمية مية، حتى توصل لأنباء العالم بالمية مية، حتى توصل لأنباء العالم بالمية مية. حاول تسمع يومي الإخباري السوري حتى توصل لأنباء العالم بالمية مية، حتى توصل لأنباء العالم بالمية مية، حتى توصل لأنباء العالم بالمية مية. يا هالكرم اللي رباك، يا هالكرم اللي رباك، عنقود ملوح خباك، مدي ايد من الشباك، مدي الايد من الشباك، لعنا ايد المضوية، ومدي الايد من الشباك، لعنا ايد المضوية. أخيرة بتواجهها بعدين بنختم، بعدين نرجع لك لنختم معك بأغنية زجلية أيضا. تقول شو بتقول لكل الأشخاص بشكل عام، يعني لمحبين بلودان؟ أوف أوف أوف. بلودان بلد السياحة واسمها مشهور، بلودان بلد السياحة واسمها مشهور، مصيف سرية اللي عنه حكت أوطاني، يمكن نسينا يمكن نسينا العادات وخبز التنور، مفروض نرجع لأصلي ونبع عنواني. بوصي السياحة تستقبل بدون غرور،
ضيوف الكرام بعين وبقلب جواني. تبص السياحة ترش على الضيوف زور، تستقبل الناس في زنبق وريحاني. وخلي الفاتورة، وخلي الفاتورة، خلي الفاتورة بحنين ومن حنان، وخلي الفاتورة مراعاة وحنين وشعور. هالعيش غالي كل الناس تعبان. يسلم هالصوت، يعني عن جد بدنا نتشكر وجودك معنا لليوم، اضفت مزيد من الجمال عن هالبلدة، بلدة بلودان. نشكر وجودك معنا، وشكرا أكيد لمرافقتك لنا. شكرا أكيد لوجودك، يعني كنا معنا. يعني زينب، وصلنا لختام مشوارنا الصباحي لليوم، بدنا نودع المشاهد صباحكم إن شاء الله بتدوموا وبتدوم بدوم الإعلام السوري اللي هو صوت ضميرنا، وهو اللي موصول بحياتنا، موصول بأرواحنا. أكيد الإعلام السوري هو اللي عم يعطينا أخبار الحياتية عن وطننا وعن العالم، ونحن عم ننطر باللحظة وبالثواني حتى سوريا ترتاح إن شاء الله يا رب، وترجع أيام سوريا الحلوة، ترجع على الصفحة البيضة، والمي تطلع من مجاريها القديمة الصافية. أكيد إن شاء الله نلتقي فيكم بأحلى مناسبات وبأجمل أعياد الوطن أكيد بإذن الله. شكرا لك.